يا ترى ما الذي سوف تقوم به الحكومة لردع الجشعين وضبط الأسواق؟ معانا على التليفون المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء سيادة المستشار محمد الحمصاني. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. سيادة المستشار، الكل يطلب الحكومة لأجل أن تتحرك لهذا الجنون السعري اللي بيحصل في مصر. يعني أنا أؤكد لحضرتك بطبيعة الحال إدراك الحكومة وتفهمها لأهمية ضبط أسعار السلع في الأسواق. يعني بالفعل كما تعلم حضرتك أنه أصدرت فيما لو إحنا هنتكلم على أسعار السلع الغذائية، أصدر دولة رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية عدة قرارات متعلقة بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية، السلع الغذائية السبعة، وكذلك تم تشكيل الآليات واللجان والأمانات الفنية المتعلقة بالرقابة أو متابعة تنفيذ القرارات. من ناحية أخرى، يعني لو إحنا هنتكلم على الخطوات التي اتخذت في عقاب صدور القرار، أولا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنشأ منظومة رقمية متكاملة لمتابعة السلع وتوافرها وأسعار السلع على مستوى المحافظات. إن شاء الله بداية من شهر مارس طبقا للقرار الصادر من معالي السيد وزير التموين والتجارة الداخلية، بداية من شهر مارس المقبل سيتم مراقبة الالتزام كافة المنتجين والمصنعين بوضع الحد الأقصى لسعر البيع المستهلك على السلع. أيضا من ناحية الرقابية، أيضا دولة رئيس الوزراء اجتمع أمس مع السيد رئيس جهاز حماية المستهلك، وتم مناقشة جزء أساسي من الاجتماع كان مناقشة الرقابة على أسعار السلع الغذائية وتطوير أداء الجهاز وفتح فروع جديدة له في كافة المحافظات ومتابعة أسعار السلع. فأؤكد لحضرتك أن الحكومة بتتخذ كل ما بإمكانها لفرض القوانين والقواعد بصورة حازمة ومواجهة المخالفين. طب سيادة المستشار، أرجو أنه يتسع صدرك لي. المصريين لن ينتظروا حتى بداية مارس،